هنا حيث تحطم أول جدار للخوف في سوريا، يسير الشباب بإصرار على تحقيق مطالبهم بالحرية والكرامة بعد سنوات عجاف من حكم النظام. درع مهد ثورة الكرامة لم تعرف الهدوء منذ 6 أشهر، حيث شهدت ساحاتها وشوارعها مظاهرات حاشدة للضغط على نظام الأسد، وهتاف ثوارها الأول والأخير: موت كريم أفضل من حياة ذليلة. ساحات الحرية في درعا ومدنها وحدها هتاف واحد، إسقاط النظام في مظاهرات ملأت سهل حوران. مدينة الحراك حضرت بقوة، كما فعلت ذلك أيضا الصنمين، ولم تكن مدينة الجيزة غائبة لتعم المظاهرات مدن درعا وبلداتها من الشمال إلى الجنوب. وهنا يعيد الشباب ترديد قناعاتهم بأن الأسد ذاهب وسوريا هي الباقية. نساء درعا اللواتي فجعن باستشهاد أبنائهن وشقيقاتهن وأشقائهن وأزواجهن، خرجن في مظاهرات مسائية مطالبات بحرية المعتقلين، كما هتفنا بإسقاط النظام. نريد إعدام الرئيس الشعب، نريد إعدام. الأطفال أيضا خرجوا بمظاهرة حاشدة تعويضا عن فرحة سلبت منهم يوم العيد، وفي عيونهم يقين راسخ بأن حزنهم سيزول برحيل نظام الأسد. يستمر نزيف درعا بينما يكثف النظام حملة الاعتقالات العشوائية التي لم يسلم منها أحد، ليبقى الرجاء بغد أجمل ينعش النفوس مهما اشتدت قسوة الأيام.